العرب نعم في المرحلة القادمة إذا عبر الناخب العربي عن حقه وشارك في التصويت فسيكون قادرا على تحديد هوية رئيس الحكومة القادم. كله يرتبط في نتائج الانتخابات، وبالتالي بعد الانتخابات سنكون أقدر على تشخيص وتقييم الموقف واتخاذ التوجهات التي تناسب مصلحة مجتمعنا العربي. الأحزاب في إسرائيل هي أحزاب تمثل كتل اجتماعية وليس فقط سياسية، وتعكس حقيقة تركيبة المجتمع الإسرائيلي. الحالة الطبيعية أن يكون هنالك تعددية وأحزاب، أن تجتمع هذه الأحزاب في قائمة انتخابية واحدة كان هذا هو الاستثناء. خضنا هذه التجربة لعلها يعني تقوي ظهرنا السياسي، ولكن ثبت العكس وثبت أن هذه التجربة فاشلة تماما، لأن القائمة المشتركة التي جمعت 4 أحزاب عربية لم تجتمع على برنامج عمل، لم تجتمع على رؤية. القائمة العربية الموحدة لها خط واضح وصريح، وجهة سياسية محددة تريد، نحن نريد أن نمارس المواطنة، نريد أن نمارس حقنا بالشراكة السياسية المؤثرة ليس فقط في الكنيست ولكن أيضا في الائتلاف الحكومي. لا شك أنه انقسام القائمة المشتركة يولد حالة من الإحباط، وأكثر هو حالة غضب على الأحزاب التي فككت القائمة المشتركة. هو بالنسبة للإخوة الفلسطينيين حقهم في وطنهم، وحقنا كفلسطينيين في وطننا، لا أحد يستطيع أن يعني يتعدى عليه. دولة إسرائيل هكذا أنشئت، يعني إحنا مش مسؤولين عن تعريف دولة إسرائيل في هذا الإطار. بالنسبة لنا نتمسك بحقوقنا الوطنية والقومية والدينية والإنسانية والسياسية، ولا نتنازل عنها أبدا. القائمة العربية الموحدة عندما دخلت الائتلاف تعاطت مع العديد من القضايا اللي هي يعني شائكة ومعقدة. طبعا في الخارج بيحاولوا دائما يشوهوا صورتنا ولا ينظروا إلى الجانب الإيجابي في أدائنا أو في مواقفنا وفي طريقة تعاطينا مع الأمر. نعم نحن نقول إنه خياراتنا ليست بين الجيد والسيء، إنما خياراتنا بشكل عام هي بين السيء والأسوأ. ونحن عندما نقرر شيء أحيانا نقرر أو نختار أن نذهب في اتجاه شيء اللي هو أخف الضررين، هو ضرر بذاته ولكن أخف ضررا من الحالة السابقة. وإحنا ما لا نؤمن بالمعادلة الصفرية، إما أن تأخذ كل شيء أو تترك كل شيء. نحن نسير على قاعدة إنه ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا ما قدرتش تجيب حل كامل لقضية معينة، مش معنى هذا الكلام إنك ما تجيبش نصف حل أو ربع حل. طبعا في عملية تشويه لشخص العبد الفقير، ومحاولة يعني افتراء علي في أكثر من قضية، ولكن في نهاية الأمر ما يهمني، يعني كل إنسان مطلع على نواياه وعلى صدقه بيني وبين ربي وبيني وبين شعبنا، شعبنا يثق بنا ويعطينا القوة الأولى الآن وإحنا في ازدياد. وهذا ليس فقط على فكرة في داخل الـ48، في كثير أمور قمنا بها لصالح قضايانا السياسية والوطنية وكذا، بعضها نتحدث عنه بعضها لا نتحدث عنه. المشهد السياسي هو مشهد جدا معقد، ويتم استخدام أي قضية من أجل إضعاف هذا الائتلاف وهذه الحكومة. فإحنا أحيانا نفضل أنه نسكت عن إنجاز معين أو عن أثر قمنا به لصالح أنه بدنا نحاول أنه المركب كله يسير. يعني أعطيك مثال عن الشيخ جراح، يعني الشيخ جراح كان لي يد أساسية في منع تهجير الأهل من هناك من فترة حتى حكومة نتنياهو، وأهلنا هناك بيعرفوا يعني، والناس اللي كانوا على اتصال معي. وبالنسبة لدورنا في المسجد الأقصى المبارك نقوم بدورنا. شارون عمليا عندما اقتحم المسجد الأقصى في العام 2000 هو
هو إنسان علماني ليس له أي علاقة في هذا الموضوع، ولكن هو ذهب إلى نقطة تفجر وفعلا نجح بعدها في إسقاط الحكومة وفي اندلاع إيقاد نار الانتفاضة الثانية. لذلك يجب أن يعني أن لا نلعب ليد اليمين المتطرف وألا نعطيهم ذريعة لإفشال مشروعنا السياسي.